لو حصلت اليوم انتخابات أخرى بعد 5 شهور فربما سنفاجئ بنتائج أخرى لم نكن نتوقعها. قد تكون إحدى نتائجها مثلا لصالح من؟ لصالح حركة التغيير، حركة الإصلاح، يعني واحدة من الأشياء. معظم مؤيدي التغيير والإصلاح لم يشتركوا في انتخابات تشرين الأول الماضي اعتراضا على الوضع الأمني، اعتراضا على كثير من الأمور، لكن لما شافوا صار 10% من التغيير ظهور كتل مستقلين، صعود ناس ونزول ناس، الجماعات المسلحة فقدانها لرصيدها الاجتماعي بنسبة كبيرة، هذا راح يخلي كثير من المقاطعين للانتخابات يؤمنون بإمكانية إحداث تغيير من داخل صناديق الاقتراع. لذلك بعض المراقبين، بعض المؤسسات الدولية تقول لو اليوم تصير انتخابات جديدة نسبة المشاركة ممكن أن تقفز إلى 60%، وإذا حصل ذلك ممكن نشوف برلمان متغير بنسبة 60%. طيب.